حزب حزب كله حقوقه ما قاعد يكره حزب ذا قرن كويس سمين حزب ذا كل مية وحزب الحاكم كيجي حزب ذا معارض كنا حزب معارضة تاسوا حنوارك دين قف كله شرعيته هاي وحوي عند حزب حزب كم حيوبين كره حزان ديسة إلا وضح الله ويا واحد عكرتها حالا دن ما أنت اللي وتشر عم خلاف نصياص ده حلي لسوق بن كرواية وحوي عند بديس أما حلي حلو ويدونه وحنقبه ولي حلو اللي هلية حسن عبد الله متانة وكم قرر حسن أستاذك إسلام أركان كتر سن حزبك محافظ كاهي كل مية وسي بي تي في لها اللي وحا وكاد اللي قوان كي دوانا يسوا سارين قد دا فلنت حزبك كل مية اي كوشي غيان اناني حزبية دا معارض كاهي وحا حقوق شرعية دالك كل هاين حسن متانة وحا وشي غيان قوان كا حزبك سكسو بحاوي هاي مشارعي قبال مرسان إسلام أركان حزبنا آنو حزبك ري حقوق شرعي قسيي آنو كقادي كارين ده حزبية ده قرن كورت وحي لين وحلي ده حزانة معارضي محافظ ليقل برزنالة وحلي ده لكتي مسيقى يشرعية ده حزبية ده وحويان كلي ده حير باتشدي وحويان حزبي اما معارضة النقضة اما محافظة النقضة وحويان ده وحو حلقك قادي كرا اما وحزانة دي سكواي كرا مركو شرعية دي دالكا وحويان دستور دي دالكا وجبيه اما قضبة دي شرعية هاي دي سكو كتشري وحويان وكهري مادو وحنا من سنة هاي قضب كحكومة دا يحزبك كل مية انت بدان احويان اي وحويان كل ريان اما وحويان دي اللغو سببين انو يحي ان حزبية معارضك وحويان يغو حزبية قرانة ولي تايم لان كو جيدة وقتك هرسين يحي ان اي وحويان سوق الدمين ان انا قبيهان باقون سنين حكومة دا دلك كتشرتا تبدل كيغا كانتي يغنى ان وحويان دا الشيغان ان انا حقوق شرعيه ما دام حزبيه معارضكو اي حيندابك الشرعيه دلك اي دافين كو سببينيا ان انا يغنى حقوق يلان كرين وحويان قرانكي لو قصوا بحي حزبيه كلميه اي حكومه ديسو وحي هاي فرين اي حزبيه معارضكي شعبك اوغو شيغيان ان اي وحويان ان حقوق دي حزبنما اي لهايان وح بدنا اي كواي دونان ما دام اي قف شرعي سميين تانا اي بروسيس كي يمر دونان وحويان محكمه دي دي وحويان يا دعوه دي دي يا سببها دي حزب هو سو صار قراردان ان او غدبن دونان دي وحويان نظام كي شرعي دي جري جري غا اما شرعي دي جنت غولها وكلدن او غدبن دونان دي غان كي وي غان سو مور كرنا وا با شيغا مينا حقوق شرعي ان دلك كوبل هين حزبيه معارضك ما حقي او غدنيا انو ابراهيم وحن قبا دي حرت حزب 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 كل حقوق ما قاعد كرو حزب ذا قرن كويس سمين حزب ذا كل مية وحزب الحاكم كيجي حزب ذا معارض كنا حزب معارضة أنا قم أمي السنة عرقت هذا حزب بع حزب حقوق دي حزب إني ما كان قاعد كره تاسيو حنوارك ديني قف كل شرعيته هاي لكن وحنا نقول أمي زنا أما أنا سيدا نوارك يا عيد هاي إن حزب ذا كل مية يا عيد سو تشيدن إن حقوق ذا كواي دوران حزب ذا معارض ما دام أي كهري مادين شرعية دي الدستور كي دلك وحوي عند حزب حزب كم حيوبين كره حزانة ديسة قف نقف حزب كتير وحويان ده حزانة ديسك ما حيوبن كره لكن وحي تهايون وبلوغي كيسك دعوة ده حزب يد معارضك إني شبيين دستور شبين إني سميين ما دام حكومة دي دلك كتير تي وحويان مدحيلات كي وهذا معه لكن ده هذا النظام كي حكومة دي براهن وشرعية بكتيره وحويان ده قلو قرتي أياد النظام كي كرية حكومة جها هرنا وسو كرية يقول يا شقرن كهرو كرية ما دحينا شهر هرو كرية مركا وحي هلف حزب يد معارضك لف دودو مركا قرار كان يشرك جرادي قوان كان سو ساريين إن يغلف تودو أي كباران دقو آنا نكو ديك ديك بحد واي حكومة دي مدحيلات كيك دماضي أو آن قلو قورتي أو حوين دقو لها شقاران كامي دي آنو كردين هدي أي كلمة درون لهاين ها إنو بقره للاي هدي سامي هدي إن سامي ليدا سياسة دو أي هرماك والله هلان هدي سامي ليدا سياسة دو أبي اللي يهي رح سبيد معارض قيبك اللي يهين با مدكرون تن حلال ماها أو laga ma wada tashanin sidee ku xalaloobaysaa mudukrinta golaha gurta ay sameeyeen wallahi horta waxa weeyaan ibraahin oo istiidooyin badan ba jira dana siyaasadooda badan waa la kala riixanaya waxaanad moodaa inuu jiro xafiiltan siyaasadeed oo ku shakhsiya anigu waxaan aaminsanahay xisbiyada mucaaradku qaraarkii ay soo saareen inaanay xukuumadda aqoonsanayn inuu ahaa qaraar ay ku degdegay oo dalka u horseedi lahaa fawdo iyo kala qaybsanaan shacab iyo kala shaki xukuumadda taymkii la doortay uu dhamaaday haa laakiin madaxweynaha la doortay madaxweynaha la doortay baa bedeli kara xukuumad la doortana xukuumad la doortay baa bedeli karta laakiin xukuumaddi meesha way ka baxday anigu taa waxaan arkay inay yaani waxa weeyaan in go'aan degdeg ah u ahaa oo ay caadi fadhi ka muuqato taa bedelkeeda
مقبو أما فكر كأه إن حزبي وحويان حزانة ذكاء قاضي كره شريتان كي شرعي حقوق دي شرعي وكقى ذكر حزبي كله كله بتدون وخلا لكن وحنا مزنحى وحاسو في علاية دعية معارضي محافظ بكيمان يا إبراهيمو وحفلتن سياسة ده حفلتن كاسياسة ده وحكوين وحويان إن معارضي محافظ بحصلة يقدنها يود شركة ومدن من نمط ومدن ولا النمط ومدن حالة ما أنت سومال أنا كشرتو إن القيمة يحصلة يقو أي كوين هريره إنه وحك السعودة وحويا خطرت سومالان أي واجه كرتو هدي ما أنت جوده إنه وكونفلي كرايسس وكذا وحويا مشاكل وكذا وحنا ميزان هيدا وحويا عارضنا ما تشريه محافظنا ما تشريه حزبنا تشري معي سياسي نتشري معي جناحنا تشري معي أقوي هنا تشري معي وحول بوحي كشري يعني وحويا وشريتان كسومالا لكن واحد مدائن معارضي محافظ بالإلابيو وحويا سومالي الآن وآه توحول بكوينة كمهمسن لدينا عكلا سياسي حسن متان وهذا الكيس سي وتوحى وكال لخلاف كسياسة ذا عكرنا مدوين كودن بيبا سومالي لانك تاقنا وعنو لنا عيادس هايوغو باقين ميسك وذا هذا الكي مادان سي حلوار اللو قارو يساقونا هكتوسي التلماميذ سوچيد يدينا عيادة كوكلا يروبي خلاف كسياسة ذا وحويا يعني حالة السياسة ذا dalku waxa weeyaan waxay ku jirtaa gadgadoon dalka gadgadoon siyaasadeed ba ka jira xafiiltan siyaasadeed ba ka jira waxa mooda in siyaasadii Soomaaliland inay noqotay arjay war taasina kulli aanay wanaagsanayn dhagaha muwaadiniinta Soomaaliland shacabka yaani dhibaateysan duruufaha badan ay ku gadaamayeen waxa weeyaan nolol maalmeed kale بيلان تلا بهاي كلا أساسي قالة ده نبدأ ذلك والحمد لله عاد بي ده ذلك ونبدون هاي سمال الله نكلي مركي هل كان سوق عدو أما دحلية دور شوي يا شود وادان أنت بدن وح عرعت سياسة ده يا عرنت سياسة ده مدة إني يعني لدرك يقولوا كركو وحن عادوا ميزان هايون قبعة إن وحويان arimaha ana hadii la hayr hal ka dhigo wax weeyaan laga bix yani laga bixi doono meel dhul la isugu iman doono waayo wada tashiga iyo isutanaazulka iyo wada hadalka iyo wada haajoodka iyo isfahamku wax weeyaan mar walba wuxuu bay xoojinayaan Soomaaliland umminimadeeda iyo dawada jirkeega in halka Soomaaliland yahay la isugu imaado la wada hadlo mucaaradii maxafadba in wax weeyaan miiska wada hadalka la isugu imaado wax weeyaan iyadoo madaxweynaha qaranka maadaama odayga qaranka uu yahay uu hoggaaminayo إلا وضح الله وهي واحد عكرتها حالا ما أنت اللي وتشنا أما خلاف نصياص ده حلي لسوق بن كرواية وحويا دبديس أما حلي حلو وايدونه وحنقبه ولي حلو اللي هلي استمال إلا أن هلك واحد كسو قاعد وحل إياه وحويا إن دنت جود وحويا أنا مركع ومل لوجسو وده تشستو وأنا رجاني هدي له هاي رالي كديجو إن هلك سيمان دونه حلي حلي ده كحن بتشرتي وحويا فلجو وعرري waxaan Soomaaliland u baqay anigu waxaan qaba aragtihan Soomaaliland inaanan waxa weeyaan inaan loo baqan inaanan ka qabin shaki iyo dareen badan oo ah in Soomaaliland mushkilad ka dhici doonto way xasan imi ku had ka dhawaajisay adigoo xisbi kulmiye ka tirsan in wada hadal xal ugu gaarayo shalay wasiirka isgaarsiinta xukuumadda ku atirsata xisbi kulmiye ka tirsanna waxa uu sheegay inaan wax wada hadal dubaan loo furin xisbiyada mucaaradka walaa raka la xisbiga kulmiye saaka la socdo waan inaan ixtiraam badan u hayo dad xisbiga kulmiye kamida golaha xukuumadana ku jira afka xukuumadana waxa weeyaan ku hadli kara ibraahinow niyo ku jigsiido Soomaaliland waxba soo kordhin mees mucaaradii muhaafid ba hadii la hadlo hadii la isdhaliilo hadii la yooyotamo hadii waxa weeyaan de television iska hadii habeen la iska naqdiyo waxba soo kordhin mees anigu mid baan aaminsanahay ee talada Soomaaliland cid bay ka gooda بلوتيكال ستيكولدر سبايتشرا سياسة دا سومالي لان ما انتو بلاتفورم كيغا كوچرو وحوويان دا دادكا شعبكا متلا وحن آدو عمي سنهاي عنوغو كحسنهان ان وحوويان ان ميال دي حلو يسوكو يماتو عرق تدا عن قبانا وحي تحي سكستو حفيلتا سياسة دا دوچرو سكستو حزبيغا كل مية حزبيغا معارض كوكلا فكر دونا دان حدنو حن قبا وندين حل قاري دونو حالكو oo kaliya u dhan ma xisbiyada mucaaradka ayada iyo xukuumadda laakiin danyarta Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland iyo waxa weeyaan deganaanshiyaha Soomaaliland walaalnimada Soomaaliland wada jirka Soomaaliland iyo midnimada umadan u dan u yahay
waxaan qaba oo aan aaminsanahay hadallada xanafta leh warbaahinta la isku marinaya anigu mucaaradi maxafid bayna aanay sax ahayn oo aanay ku habboonayn waxna aanay soo kordhinay laakiin muhiimadda ugu weyn inay tahay cidda ay taladu ka godayo cidda ay go'aan ka go'aan in waxa weyn go'aan geesinimo ay qaataan in waxa weyn barreero siyaasadeed ay la yimaadaan ibraahin oo la isku hayo dalka doorasho ka dhicmayso laakiin waxa la isku hayaa doorashooyinka qorsheysan ee la doonayo dalka inay ka dhacaan doorashada soo horeynays tan lagu kala duwan yahay waa taa aarada iyo aragtida xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradku ay ku kala duwan yihiin waa taa weeyaan midna waan qabaa ayaa waxa weeyaan dee Soomaaliland saddex xisbi iyo saddex musharax ayaan aaminsanahay in aanay u dumayn waxa weeyaan danaha kale iyo waxa weeyaan muhiimadda kale qarankan uu leeyahay waxa weeyaan shacabka Soomaaliland baa ka weyn Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa.